السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة معنا في منصة نفهم، ومعكم أستاذ أحمد يوسف. والنهاردة هنشرح أول درس في منهج التفاضل، وهو اشتقاق الدوال المثلثي. الدرس بسيط وسهل خالص، بس أهم حاجة زي ما احنا متعودين لازم نركز مع بعض. عزيزي الطالب، لقد درست في الأعوام السابقة اشتقاق الدوال المثلثية الأساسية. تعلمنا يا جماعة في تانية ثانوي ازاي نفاضل الجا، وازاي نفاضل الجتا، وازاي نفاضل الظا، بس ما تعلمناش ازاي نفاضل القا، وازاي نفاضل القتا، وازاي نفاضل الظتا اللي هي بقيت بقى الدوال المثلثية. وهو ده يا جماعة اللي هنتعلمه في درسنا النهاردة، فركزوا معايا. ديت بقى الأهداف ومجموعة الحاجات اللي احنا هنعملها في درسنا النهاردة. أول حاجة هفكرك بقواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة اللي احنا درسناها السنين اللي فاتت، وهنراجع كمان على اشتقاق الجا والجتا والظا. ندخل بقى ايه وهندخل بقى في درسنا، وهنتعلم ازاي نشتق ونفاضل القا والقتا والظتا، اللي هو بقى ده موضوع درسنا الاساسي النهارده، ازاي نشتق القا والقتا والظتا. يلا نبدأ في مراجعة قواعد الاشتقاق. قبل ما ندخل في مراجعة قواعد الاشتقاق، عايز بس ايه اقول لك ملحوظة هامة، ان لما يطلب مني اوجد دال صاد على دال سين، او يقول لي اوجد صاد شرطة، او يقول لي اوجد المشتقة الاولى، او يقول لي اوجد ميل المماس للمنحنى، فكل ديت مسميات مختلفة. يعني كل ده مطلوب واحد، وهو ان انا اشتق. كل ده ايه مسميات مختلفة، المطلوب واحد ان هو طالب مني اشتق. يبقى جاب لي اي لفظ من الالفاظ ديت، يبقى ايه كل اللي انا هعمله ان انا هشتق. تعالوا يلا ما نبدأ بقى مراجعتنا على قواعد الاشتقاق اللي احنا درسناها قبل كده. وديت مجموعة من الايه؟ ديت مجموعة من الأسئلة هنحلها مع بعض، هتذكرني باللي احنا درسناه في قواعد الاشتقاق. بيقول لي أوجد دال صاد على دال سين لكل مما يأتي. بيقول لي دال سين بتساوي الخمسة. دال سين بتساوي الخمسة. يا ترى يا جماعة ديت اشتقاقها ازاي؟ اشتقاق العدد، فاكرين اشتقاق العدد كان بيبقى عبارة عن ايه؟ دايما اشتقاق العدد كان بيبقى عبارة عن صفر. دايما اشتقاق العدد بيبقى عبارة عن صفر. أي عدد. طب تعالوا نحل اللي بعدها. بيقول لي دال س بتساوي سالب 8، زي ما احنا لسه قايلين اشتقاق أي عدد بيساوي صفر. سواء بقى كان العدد ده موجب، سواء كان سالب، سواء كان العدد ده صفر. دايما اشتقاق أي عدد بيبقى الإجابة بتاعه صفر. طيب تعالوا أما ننزل بقى تحت كده، بيقول لي دال س بتساوي سالب 8 س. يا ترى نشتق الدالة ديت ازاي؟ قال لي لما يكون عندك عدد مضروب في س، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بناخد العدد اللي امام الس. يعني انا عندي هنا سالب 8 س، فالاجابة هتبقى سالب 8. نفس الكلام برضه، بيقول لي دال س بتساوي 5 س. المسألة اللي بعدها، عندي عدد مضروب في س، فكل اللي احنا بنعمله ان احنا بناخد العدد اللي امام الس، فالاجابة هتكون 5. طيب تعالى بقى ننزل للمسألة اللي تحتها، بيقول لي الدال س بتساوي 7 س أس 2. لو لاحظت في المسألة ديت هتلاقي إن الس لها أس. المسائل اللي قبل كده، المسألتين اللي إحنا حليناهم فوق دمت، الس ما كانش لها أس. إنما المسألة ديت الس لها أس. طب هنا بنعمل إيه بقى لما يكون الس لها أس؟ قال لي بسيطة برضه. قال لي كل اللي أنت هتعمله هتاخد الأس ده هو هتضربها في الإيه؟ في العدد اللي أمام الس. تاخد الأس تضربه في العدد اللي أمام الس. يبقى الأس هينزل يضرب العدد اللي أمام السين اللي هو السبعة، هيدينا 14. 2 في 7 إيه؟ ب14. بعدين بنطرح من الأس واحد. الأس هنا 2، هطرح منه واحد. 2 ناقص واحد واحد. طبعًا الواحد لا يكتب. يبقى الإجابة 14 سين. تعالى نحل اللي بعدها، نفس الكلام. السين عليها أس. بعمل إيه لما يكون السين عليها أس؟ باخد الأس أضربه في العدد اللي أمام السين. سالب 4 لما يضرب السالب 5، طبعا ايه لما تكون الاشارات متشابهه فالناتج يديني موجب، يبقى الاجابه 20. وبعدين بنطرح من الاس 1، ايه سالب 4 لما اطرح منها 1، سالب 4 لاحظ لما يكون ايه الاشارات متشابهه في عمليات الجمع والطرح. في واحد بقى بيقول لي الاشارات متشابهه يا استاذ يبقى هتديني موجب، لا الاشارات متشابهه بتديني موجب ده في الضرب والايه والاسم، انما هنا الاشارات متشابهه في الجمع وطرح، فبنعمل ايه بجمع بنفس الاشاره، يبقى سالب 5. سالب 4 نطرح منها 1 تعطيني سالب 5، يبقى الاجابه 20 س
أس سالب 5. طيب تعالى ما نحل ديت كده، بيقول لي الدال س بتساوي 7 س أس 5 ناقص 3 س أس 2 ناقص 8 س زائد 7. واحد بقى يقول لي يا أستاذ إيه ده، يا كبيرة كده، اللي إحنا كنا من إيه؟ بنحل حاجات صغيرة. ما هي نفس اللي إحنا عملناه فوق هنعمله هنا، بس هو بس إيه جمعهم لي مع بعض. يلا نبدأ كده، ندخل على أول واحدة. إيه؟ س على أس، اتفقنا لما يكون الس على أس بتنزل تضرب العدد اللي أمام الس، يبقى 5 في 7 ب 5 و30. بعدين هطرح من الأس 1، يبقى س الخمسة هنا أطرح منها 1 هتديني 4، يبقى س أس 4. تمام، خش يلا على اللي بعدها. اللي بعدها برضو الس عليها أس، لما يكون الس عليها أس بتنزل تضرب العدد اللي أمام الس، الاتنين هتضرب العدد اللي أمام الس. إيه هو العدد اللي أمام الس؟ ما تقوليش 3، العدد اللي أمام الس هو سالب 3. دايما ناخد يا جماعة الإيه، أعزائي الطلبة والطالبات، دايما ناخد العدد بإشارته. يعني الاتنين تضرب العدد اللي أمام الس اللي هو سالب 3 هيديني سالب 6. بعدين بنطرح من الأس 1، الأس هنا 2 هطرح منه 1، 2 ناقص 1 1. طبعا الواحد لا يكتب زي ما احنا متفقين، الواحد لا يكتب على الأس. يلا نكمل. سالب 8 س، يعني لسه حلينها فوق اهي، سالب 8 س دي بتديني ايه؟ لما يكون عندي عدد مضروب في س باخد العدد بس، يبقى سالب 8. طيب زائد 7 حليناها فوق خالص برضو، احنا قلنا اشتقاق اي عدد ايه بصفر، طبعا مفيش داعي بقى ان نكتب الصفر، فالاجابه هتبقى 35 س اس 4 ناقص 6 س ناقص 8. ويلا يا جماعه نكمل مع بعض باقي قواعد الاشتقاق وندخل على اشتقاق الداله الاسيه. تعالوا كده اما نكتب مثال لداله اسيه ونشتقها مع بعض. لو عندي مثلا دال س بتساوي 3 ناقص 5 س مرفوع الأس 2. طيب اشتقها ازاي يا أستاذ؟ اشتقاقها سهل خالص زي ما احنا متعودين، هنزل الأس، هنزل الأس أمام القوس، يبقى 2 في 3 ناقص 5 س. وبعد كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنطرح من الأس 1، 2 لما اطرح منها 1 هيبقى الأس 1 والواحد لا يكتب. طيب ايه الجديد اللي احنا عملناه؟ انت نزلت الأس وطرحت من الأس 1، ايه الجديد؟ الجديد بقى في الداله الاسيه ان القوس اللي ظهر عندك ده بضرب في الاشتقاق بتاعه. تعالى كده اما نشتقه مع بعض، 3 اشتقاقها بصفر والسالب 5 س اشتقاقها سالب 5، يبقى بضرب في الزياده بقى في الداله الاسيه ان انا بضرب في ايه؟ بضرب في مشتقة ما بداخل القوس. يبقى هي دي الاجابه النهائيه. لو حبيت بقى تبسطها تضرب السالب 5 في الاثنين يبقى افضل طبعا، يبقى سالب 10 مضروبه في 3 ناقص ال 5، 3 ناقص 5 س. طبعا نكمل مع بعض باقي قواعد الاشتقاق وندخل على اشتقاق حاصل ضرب دالتين. اشتقاق حاصل ضرب دالتين لها قانون، وهو عبارة عن الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. تعالوا برضو لما نضرب ناخد مثال عليها كده ونشوف من إيه، نشوف هننفذ القانون ده إزاي. لو عندي مثلا دال س بتساوي 6 س أس 2 ناقص 5 س، وعندي دالة تانية عبارة عن 2 س ناقص 4. ديت حاصل ضرب دالتين، عندك قوسين هما مفيش بينهم على علامة جمع ولا علامة طرح ولا أي حاجة، فعلى طول دمت معناها إن هما مضروبين في بعض. هنشتقهم إزاي بقى؟ إزاي بشتق حاصل ضرب دالتين؟ هنفذ القانون اللي قدامك ده، الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. طبعا الأولى اللي هي القوس الأولاني ده اللي أنا بسميه الأولى عشان تبقى عارف أنا أقصد إيه بكلمة الأولى وأقصد إيه بكلمة التانية، والقوس التاني ده هو ده اللي أنا بسميه التاني. تمام كده؟ يلا ننفذ القانون. الأولى، الأولى عبارة عن 6، 6 س أس 2 ناقص 5 س، ده بالنسبة للأولى. تمام؟ في مشتقة التانية، اشتق يلا التانية تبقى عبارة عن 2 زائد، يبقى أنا ماشي ورا القانون أهو، زائد التانية، اكتب التانية، 2 س ناقص 4 في مشتقة الأولى، الأولى هي تعالى ما نشتقها مع بعض، الاتنين تنزل تضرب الستة تبقى 12 س، اطرح طبعا الأس واحد هيبقى س،
ناقص 5. يبقى أنا يا جماعة طبقت القانون، الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى، هو ده اشتقاق حاصل ضرب دالتين. طبعا نكمل مع بعض وندخل على اشتقاق قسمة دالتين. زي ما أنتم شايفين برضو لا القانون اللي مكتوب أمامكم دوت، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. تعالوا ما ناخد مثال ونشوف بنشتقها ازاي. لو عندي مثلا دال س بتساوي، عندي مثلا هنا 5 س اس 2 ناقص 3 على 10 س ناقص 4. ديت اسم الدالتين اهو، عندي دالتين مقسومين على بعض. طبعا شرطة الكسر ديت يعني اسم. طيب هنشتقها ازاي؟ زي ما احنا متعودين هطبق القانون، القانون اللي انا كتبته ده هو ده اللي انا همشي عليه. تعالوا كده يلا ما نشوف القانون ده بيقول ايه. المقام تربيع، تعالى ما نبتدي بالمقام افضل، عود نفسك ابتدي بالمقام. المقام تربيع يبقى هاخد المقام اللي هو عباره عن 10 س ناقص 4 هاخده 4، مقام تربيع تمام. وبعدين اطلع بيه، المقام ده اطلع بيه اللي هو عباره عن 10 س ناقص 4. ماله بقى؟ بيقول لك المقام في مشتقة البسط. أنا بطبق القانون يا جماعة، المقام طلعت بيه هو كتبته في مشتقة البسط. مشتقة البسط اللي هي تبقى عبارة عن 10 س. الاتنين هتضرب الخمسة يبقى 10 س. كمل القانون، ناقص البسط. البسط اللي هو عبارة عن إيه؟ 5 س أس 2 ناقص 3. ناقص البسط في مشتقة المقام. مشتقة المقام بإيه؟ بعشرة. يبقى أنا طبقت القانون، المقام تربيع ربعت المقام، بعد كده طلعت بالمقام، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط، كتبت البسط في مشتقة المقام بعشرة. ده بالنسبة لاشتقاق دالتين مقسومين على بعض. طيب تعالوا ما نكمل يلا وندخل على اشتقاق الجذر التربيعي. مشتقة الجذر التربيعي إزاي؟ أطبق برضو القانون بتاعه اللي هو عبارة عن مشتقة ما تحت الجذر على 2 في الجذر نفسه. تعالوا ما ناخد مثال كده ونشوف هنشتقها ازاي. لو عندي مثلا الدال س بتساوي جذر 6 س أس 3 ناقص 4. أشتق ديت ازاي يا جماعة؟ أطبق القانون، مشتقة ما بتحت الجذر. تعالوا كده ما نشتق يلا ما بتحت الجذر، ما بتحت الجذر عبارة عن 6 س أس 3 ناقص 4. لما تشتقها التلاتة هتضرب الستة تبقى 18، أطرح من أس 1 هيبقى س أس 2. كده أنا اشتقيت ما بتحت الجذر على 2، 2 هيت في الجذر نفسه، يعني الجذر اللي عندك ده كله تضرب فيه زي ما هو كده. يبقى جذر 6 س أس 3 ناقص إيه؟ 4. بس كده يا جماعة، ده بالنسبة لاشتقاق الجذر التربيعي. نكمل يا جماعة مع بعض قواعد الاشتقاق وهندخل على قاعدة السلسلة. تعالوا كده اما ناخد مثال عشان نفهم امتى بستخدم قاعدة السلسلة. لو عندي مثلا مسألة قال لي فيها ان الصاد بتساوي 5 عين زائد 3، وقال لي ان العين بتساوي 3 س أس 2 ناقص 4، وطلب مني ايه بقى؟ قال لي وجد دال ص على دال س. عايزكم تركزوا معايا كده يا جماعه، هو طالب مني دال ص على دال س. لو ركزت مش هتلاقي خالص في علاقه بين الصاد والسين. يعني هنا الصاد في علاقه مع مين؟ هنا الصاد في علاقه مع الايه. يبقى اللي انا اقدر اجيبه من هنا ده الصاد على ده الايه. طب ديت العين في علاقه مع س، يعني اللي اقدر اجيبه من هنا هو ده العين على ده س. طب اجيب ده الصاد على ده س ازاي؟ مفيش حاجه خالص اقدر اجيب منها ده الصاد على ده س. طيب يا ترى نعمل ايه عشان اجيب دال ص على دال س؟ بستخدم بقى قاعده السلسله.
يبقى لما بيكون ما فيش علاقة بين المتغير اللي في البسط والمتغير اللي في المقام، يعني ما عنديش علاقة بين الصاد والسين خالص، هنا الصاد مع العين وهنا العين مع السين، ما فيش علاقة بين الصاد والسين، وهو طالب مني دال صاد على دال سين. في الحلقة ديت لما بتلاقيش علاقة بنستخدم قاعدة السلسلة. في الحلقة ديت بنستخدم قاعدة ايه؟ السلسلة. بنستخدم قاعدة السلسلة ازاي؟ قول له والله انت تقدر تجيب لي من هنا ايه؟ ايه اللي انت تقدر تجيبه لي من هنا؟ قال لي انا اقدر اجيب لك ايه؟ اللي انا اقدر اجيبه من المسألة دي من هنا دال صاد على دال عين، تمام. طب يا ترى ايه اللي انت تقدر تجيبه من هنا؟ قال لي هنا العين مع السين، اقدر اجيب لك دال عين على دال سي. طب ايه رايك لو ضربناهم في بعض؟ لو ضربتهم في بعض هيديك اللي انت عايزه، دال عين هتروح مع الدال عين وهتبقى لك دال صاد على دال سين اللي انت عايزه. يبقى انت لما هتجي هتحل دهيت وتحل دهيت وتضربهم في بعض، يبقى انت كده جبت المطلوب، تمام كده. يبقى انت كده لما تضربهم في بعض هتجيب دال صاد على دال سين. وضحت لك اهوت، لان هتلاقي ان الدال عين راحت مع الدال عين، هيبقى لك ايه اللي انت ايه اللي انت محتاجه. طيب تعالوا يلا مع بعض كده نجيب دال صاد على دال عين. دال صاد على دال عين هتبقى عباره عن ايه؟ يعني هنشتق دهيت الاولانيه ديت هيبقى 5، هضربها في دال عين على دال سين. تعالى ما نشتق ديت، الاثنين هتضرب الثلاثه هتبقى 6، هطرح من اس 1 يبقى 6 سين، يبقى الاجابه النهائيه 30 سين. يبقى زي ما قلت لكم يا جماعه اشتقيت الاولانيه وضربتها في اشتقاق الثاني. يبقى لما يجيني يطلب مني حاجه دال صاد على دال سين وانا ما عنديش علاقه بين الصاد والسين، فايه بيبقى مديني دايما حاجتين كده، بشتق الاولانيه وبشتق الثانيه وبضربه. ده ملخص قاعده السلسله. وبعد ما انتهينا يا جماعه من مراجعه قواعد الاشتقاق هندخل بقى في موضوعنا الرئيسي وهو اشتقاق الدوال المثلثيه. عندي قوانين هنا، هم عباره عن 6 قوانين مهم جدا ان انا ايه احفظهم. كنا حفظنا منهم 3 قوانين السنه اللي فاتت، وهي قوانين الجا والجتا والظا. هنكمل بقى بقيه القوانين السنه دي، وهناخد قانون القا وقانون القتا وقانون الظا. لو ركزتوا معايا هنا كده يا جماعه هتلاقوا ان الاشتقاق الجا بجتا، تمام، واشتقاق الجتا ايه؟ واشتقاق الجتا بسالب جا، واشتقاق الظا سين بقا تربيع سين، واشتقاق القا بقا سين ظا سين، واشتقاق القتا سين سالب قتا سين ظا سين، واشتقاق الظا سين سالب قتا تربيع سين. الجدول امام حضراتكم اهوت. في شوية ملحوظات بس أنا عايز أقولها لكم عشان تسهل عليكم الحفظ. أي حاجة يا جماعة فيها ت لازم مشتقتها تكون بدأ بسالب. يعني ديت جتا فاتا جتا تا، لازم المشتقة بتاعها تكون بدأ بسالب. نفس الكلام برضه. عندك قتا تا فاتا فلازم مشتقتها تكون بدأ بسالب. عندك زطا بدأ بت فلازم مشتقتها تكون بدأ بسالب. ديت حاجة معظم الطلبة بينساها، فأنا حبيت أوضحها عشان محدش ينساها. طيب بالنسبة لاشتقاق القا، قا سين ظا سين، طب القتا هو ضاف ت فاحنا هنضيف ت. يعني القا كانت قا سين ظا سين، قتا يعني زود ت على القا فاحنا هنخليها بدل قا سين ظا سين هنخليها قتا سين زطا سين. نفس الكلام برضو في الزطا، الظا احنا واخدينها من السنة اللي فاتت كانت عبارة عن قا تربيع سين، الظا قا تربيع سين، طب الزطا سين هتبقى ايه؟ هو ضاف ت واحنا هنضيف ت برضه، بدل ما هي قا تربيع يبقى الظا قا تربيع سي. في شويه ملحوظات بس حبيت اقولها لكم يعني ايه عشان تسهل عليكم الحفظ. تعالوا بقى يا جماعه بناخد امثله بقى عشان ايه نفهم اكتر. بيقول لي اوجد دال صاد على دال سين لكل مما ياتي. واول سؤال معانا يا جماعه بيقول لي الصاد بتساوي 3 سين أس 5 زائد 4 زطا سي. زي ما احنا متعودين اشتق عادي خالص، يبقى الدال صاد على دال سين هتساوي ايه؟ الخمسة هتنزل تضرب التلاتة يبقى 15، واطرح من الأس 1 يبقى 4
بدل ما هو 5 يبقى 4. طيب الزطا، بصوا يا جماعة، لما يكون عند أي عدد مضروب في الدوال المثلثية بينزل زي ما هو، عشان بس إيه يبقى الموضوع سهل معانا. يبقى في أي عدد مثلثية نزله. تمام، زطا س، اشتقاق الزطا إيه؟ ارجع للجدول كده، اشتقاق الزطا س هيبقى سالب ق تربيع س، سالب ق تربيع س. سالب طبعا السالب هي ايه؟ السالب هيخلي ديت سالب بدل ما 4، السالب بقى هيعمل ايه؟ السالب طبعا هيغيرها، فديت هتبقى سالب 4 ق تربيع س. ده كان اول سؤال معانا. تعال نكمل يلا بقيه الاسئله. بيقول لي الصاد بتساوي 3 ق س ناقص 5 ظ س. يبقى دي بقى دال صاد على دال سين المطلوب، دال صاد على دال سين زي ما قلت لك كده، قلت لك ملحوظه قوي، ملحوظه مهمه في اول الايه الدرس. قلت لك لما يقول لك اوجد المشتق، او يقول لك اوجد شرط، او يقول لك اوجد دال صاد على دال سين، كل ده ايه معناه ان انت بتشتق. تمام، زي ما اتفقنا لو في اي عدد مضروب بايه، لو في عدد مضروب بينزل اشتقاق القاس سين. بقى ارجع للجدول يلا، اشتقاق القاسين هيبقى قاسين زاسي، هيبقى قاسين زاسي. زي ما اتفقنا اي عدد مضروب في الدالة المثلثية هينزل، سالب 5 مضروبة في صاسين هتنزل. طيب بالنسبة للزاسين نرجع للجدول، يبقى اشتقاقها ق تربيع س، اشتقاقها ق تربيع س. يبقى الإجابة 3 قاسين زاسين ناقص 5 ق تربيع س. تعالوا يلا ما نكمل بقية الأمثلة. بتساوي سين أس 3 قتا س. أنا عايزك تركز معايا بقى في دي، لو ركزت هتلاقي إن ديت دالتين مضروبين في بعض، يعني ديت مش جمع. لو كانت الإشارة هنا جمع كنت على طول ايه نزلت الثلاثة وطرحت منها واحد، وكنت رحت للقطة اشتقتها وهكذا، انما دول مضروبين. ركز معايا ان دول مضروبين، دول ما بينهمش اي اشارات فدول مضروبين، فاكيد هطبق ايه؟ هطبق قاعدة الضرب. فاكرين قاعدة الضرب كانت بتقول ايه؟ قاعدة الضرب كانت بتقول ايه؟ الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. الأولى اللي هي سين أس 3 في مشتقة التانية، مشتقة القطع س هتبقى ايه؟ مشتقة القطع س سالب، حط السالب في اي حتة، نحط هنا مثلا مشتقة القطع س سالب قطع س زطا س، سالب قطع س زطا س. يبقى دلوقتي ضربت الأولى في مشتقة التانية، كمل زائد، كمل القانون، الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى، التانية اللي هي قطع س في مشتقة الأولى اللي هي عبارة عن س أس 3 اشتقها ازاي؟ 3 بتنزل وهطرح من الأس 1. يبقى أنا طبقت الكون يا جماعة، الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. ممكن بقى إيه لو أنت حابب تعيد كتابتها، يبقى س أس 3 س أس 3 قتا سالب، آسف، قتا س زطا س زائد، ممكن تكتب التلاتة س أس 2 هي الأول يعني يبقى شكلها أفضل، ناقص 3 س أس 2 قتا س. هنا بيقول الصاد بتساوي 1 ناقص زطا س على 1 زائد زطا س.
لو ركزت معايا كده يا جماعة، واحد ممكن يقول لي أنا هشتق البسط يا أستاذ، واحد يقول لي أنا هشتق البسط وبعد كده هشتق المقام، واحد يقول لي أنا هشتق المقام وبعد كده هشتق البسط. طبعا كل ده غلط. ليه؟ لأن أنت لو ركزت إن ديت دالتين مقسومين على بعض، فهعمل إيه؟ هطبق قانون القسمة. تمام كده؟ قانون القسمة بقى كان عبارة عن إيه؟ كنا بنقول المقام تربيع طبعا، مفيش داعي ان انت تفك التربيع ده، يعني بتعمل كوس وتحط عليه تربيع بس. المقام تربيع، بعد كده بنطلع بالمقام، واحد زائد زطا س. المقام ده في مشتقة البسط. مشتقة البسط ايه؟ مشتقة الواحد بصفر. طيب مشتقة الزطا، اكتب بس السالب اللي هو جنب اي حاجة امام الدالة، بنكتب السالب هيتكتب. مشتقة الزطا ايه بقى؟ مشتقة الزطا بسالب قطع تربيع، سالب قطع تربيع س. طبعا سالب مع سالب هيتحولهم لموجب. بعد كده ضربت المقام في مشتقة البسط، ناقص. ناقص ايه؟ ناقص البسط اللي هو عبارة عن واحد ناقص زطا س. ناقص البسط في ايه بقى؟ في مشتقة المقام. تعالى نشتق المقام كده، مشتقة الواحد بصفر ومشتقة الزطا هيبقى بسالب ايه؟ يبقى بسالب قطع تربيع س. ممكن واحد يسيبها كده وممكن واحد يبسطها. انا ببسطها ازاي؟ اللي انا ملاحظه ان انا شايف ان قطع تربيع موجوده هنا وهنا، يبقى من حقي ان انا اخد عامل مشترك. من حقي ان انا اخد عامل مشترك، يبقى انا اخد عامل مشترك قطع تربيع، اخد عامل مشترك قطع تربيع س، وبعدين افتح قوس. ايه اللي اتبقى بقى؟ اشيل بقى القطع التربيع اللي انا خدته على المشترك ده، اشيله واشوف ايه اللي اتبقى معايا. اتبقى معايا واحد زائد زطا س، واتبقى هنا سالب واحد واحد ناقص زطا س. وما تنساش ان في هنا سالب، احنا خدنا القطع التربيع بس هو اللي عامل المشترك، يعني السالب ده ايه كده؟ السالب نحطه مع السالب دوت يحوله موجب بس، خلاص نحطه مع السالب ده كده تحول لايه؟ كده تحول لموجب، يبقى زائد واحد ناقص زطا س. الكلام ده مقسوم على ايه يا جماعه؟ مقسوم على واحد زائد زطا س كل تربيع. لو ركزت معايا هتلاقي هنا بقى ايه؟ هتلاقي ان الزطا ديت هتروح مع ديت، هيتبقى لك واحد مع واحد اتنين، الاتنين هتنضرب في قطع تربيع س، يبقى انا عندي اتنين قطع تربيع س على ايه؟ على المقام ده زي ما هو، محدش بيفكه ولا حد بيعمل فيه حاجه خالص. دايما يا جماعه في مسائل القسمه ديت المقام انا ما بعملش فيه حاجه، زطا س كل تربيع. يبقى تاني كده يا جماعه انا خدت ليه قطع تربيع مشتركه، فخدتها عامل مشترك، بعد كده كتبت اللي اتبقى لك، اتبقى لي واحد زائد زطا س كتبتها، وبعد كده اتبقى لي ايه؟ وبعد كده اتبقى لي ناقص واحد ناقص زطا س، وهنا ناقص، ناقص مع ناقص كتبتهم موجب، يعني اتبقى لي الناقص ده مع الناقص ده، واتبقى لي الواحد ناقص زطا س، الناقص مع ناقص تحولوا لموجب، وكتبت الواحد ناقص زطا س. بس يبقى انا بكتب كله ما عدا العامل المشترك، انما اي حاجه ثانيه بكتب. نكمل يا جماعة مع بعض المسائل، يلا. عندي هنا بيقول لي الصاد بتساوي قا خمسة س زائد اتنين. ايه هو اشتقاق القا؟ من الجدول اللي احنا قلناه اشتقاق القا عبارة عن ظا، هو عبارة عن ق الأول، اشتقاق القاع عبارة عن ق ظا. بس لاحظ إن أنت تكتب كل حاجة بزاويتها، يعني القاع تكتبها بزاويتها. إيه هي الزاوية؟ يعني اللي هي جاية بعدها دي، اللي هي هنا عبارة عن خمسة س زائد اتنين، والظا برضو تعمل معاها نفس الكلام، اكتب لها الزاوية اللي هي خمسة س زائد اتنين.
تمام كده؟ يبقى القاع عبارة عن قازة، اشتقاقها عبارة عن قازة. خلصنا؟ لا ما خلصناش. نعمل ايه بعد كده؟ قال لي هتشتق الزاوية دي، هتشتقها. اشتقاق الخمسة سين زائد اتنين ايه؟ خمسة. اشتقاقه عبارة عن خمسة. تقوم كاتب الخمسة هنا في الأول كده. بس كده خلصت. يبقى أنا كتبت القانون، القا اشتقاقها قازة. ما ينفعش تكتب قازة من غير الزوايا. اكتب ادي اكتب جنب القا زاوية واكتب جنب الظا زاوية. الزاوية اللي هي بتبقى جايبها من هنا دي، اللي هو القوس اللي بيبقى بعدها. كتبتهم، وبعد ما بكتبهم قال لي لازم تشتق الزاوية ديت وتحطها في الأول. اشتقاقها بخمسة، فقمت كاتب في الأول هنا خمسة. هو ده الحل النهائي. طيب تعالوا يا جماعة ما نكمل يلا. مديني برضو الصاد بيساوي زطا زطا جا زطا جتا تلاتة سين. هطبق برضو القانون يا جماعة. ايه هو اشتقاق الزطا؟ اول ما بصيت على المسألة لقيتها انها زطا. اوعى تقول لي ان دي ضرب دالتين. ده مش ضرب، ده زطا والزاوية بتاعتها. زطا وزاويتها، ده مش ضرب ولا حاجة. تمام؟ زطا والقوس بتاعها هما الاتنين حاجة واحدة. ايه هو اشتقاق الزطا؟ طبق قانون اشتقاق الزطا سالب قتا تربيع. اشتقاق الزطا سالب قتا تربيع. وما تنساش تكتب الزاوية. ما ينفعش اسيب القتا تربيع كده او اسيب الجال وحدها. لا، عود نفسك بعد ما تكتب الحاجة اديها الزاوية على طول. الزاوية اللي هي هنا ايه بقى؟ اللي هي جتا تلاتة سي. ما خلصناش. اوعى تنسى تضرب في اشتقاق الزاوية. الزاوية اللي هي جتا تلاتة سين دهيت لازم ايه؟ لازم نضرب في الاشتقاق بتاعها. طب ايه هو اشتقاق الجتا؟ اشتقاق الجتا كان عبارة عن ايه يا جماعة؟ اشتقاق الجتا كان عبارة عن ايه؟ عن سالب جا. اشتقاق الجتا كان عبارة عن سالب جا. يبقى هضرب في سالب، ده هتتحول موجب. سالب جا، اكتب الزاوية تلاتة سين. طبعا زاوية الجتا تلاتة سي، فلما اشتقتها كتبت تلاتة سي. تمام كده؟ يبقى دلوقتي اشتقاق الجتا سالب جا. ما خلصناش برضو، لازم تضرب في ايه؟ في الزاوية، في اشتقاق الزاوية. اشتقاق الزاوية اللي هي تلاتة سين اشتقاقها تلاتة، فتقوم كاتب لي هنا تلاتة. يبقى هو ده الحل النهائي يا جماعة. لو تلاحظوا ان انا اشتقيت، عملت اشتقاقين في اشتقاق واحد. عملت اشتقاقين في اشتقاق واحد. ممكن بقى يا جماعة نلخص مع بعض كده الدرس في بعض النقاط الهامة. أول حاجة لازم تحدد نوع الدالة. هل هي يا ترى دالة عادية؟ ولا الدالة اللي عندي ديت عبارة عن قوس؟ أنا شايف إن عندي قوس مرفوع لأس، فأطبق القاعدة بتاعت الدالة الأسية. ولا هل يا ترى أنا عندي دالتين مضروبين في بعض، فأطبق قانون حصر ضرب دالتين؟ ولا أنا عندي دالة كسرية، يعني شايف إن عندي دالة مقسومة على دالة، في شرطة كسر بينهم، فأطبق قانون القسمة. تمام؟ ولازم يا جماعة وإحنا بنشتق الدوال المثلثية، لازم طبعا نحفظ الجدول اللي في رقم 9، ده ملخص لكل الدوال المثلثية. وما تنساش بعد ما بتشتق الدالة لازم تضرب في اشتقاق الزاوية. في طلبة كتير قوي بتنسى النقطة دي. يعني اشتقاق مثلا القا، اشتقاق القا قازا، بعد ما تكتب القازا تضرب في اشتقاق الزاويه، تضرب في اشتقاق الزاويه. وما تكتبش القا والظا كده بس، لا، تكتب القا بعدها الزاويه، وبعد كده الظا تكتب جنبها الزاويه. يعني في طلبه بتكتب قازا وتسيب كده من غير اي ارقام ومن غير اي حاجه، لا، تكتب القا لازم تديها زاويتها، الظا تديها زاويتها. تمام كده؟ دي ملحوظه برضو الطلبه كتير بتنساها. طيب لو ما لقيتش بقى في علاقه مباشره بين البسط والمقام اللي هو طالبه منك، يعني مثلا قال لك اوجد دال صاد على دال سين، وانت ما عندكش علاقه بتربط الصاد بالسين، هتلجا بقى لقاعده السلسله. طبعا احنا شرحناها بالتفصيل بس حبيت اذكرك بيها لانها مهمه. طبعا لقيت بعض الاسئله هتجيبها بنفسك عزيزي الطالب. لو اتبعت التعليمات هتقدر تحلها بكل سهوله. وديت اسئله صح وغلط، هتحلهم مع بعض وهتتأكد من الإجابات.
ديت بعض الملحوظات انا عايز اوصلها لك، وصلتها لك في صورة صح وخطأ، انت هتحلها مع بعض وهتستنتج انا عايز اوصل لك ايه. بس كده يا جماعة، كان معكم استاذ احمد يوسف، اتمنى ان انا اكون ساعدتكم ان انتوا تفهموا درس النهاردة، واتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله. مع السلامة.